إذن تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية من موجة ثانية لكوفيد 19 مع دخول موسم الخريف والشتاء والإنفلونزا الموسمية، يتزامن مع استعدادات الأجهزة الطبية بطواقمها المدربة لأي موجة ثانية محتملة. يبقى الفيصل هو وعي المواطن، يبقى الفيصل هو وعي المواطن والمقيم بالوقاية وحماية نفسه وحماية الآخرين، لا سيما مع انفتاح النشاطات الاقتصادية وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا. بالفعل نجيب، يمكن نلاحظ أن الممارسات الخاطئة والتي ظهرت في الأيام الأخيرة من تهاون في اتباع الإرشادات الطبية وارتياد التجمعات الغير ضرورية جعلت اللعب في النار أمرا اعتياديا، إلا أن التشابه بين أعراض مرض كوفيد 19 والإنفلونزا تزيد من توتر المرء أحيانا، وبات من الضروري مناقشة آخر سبل الوقاية وأفضلها والفرق بين أعراض كوفيد 19 والإنفلونزا، وخاصة أن احنا نمر في فترة صفري نجيب، قد نكون فعلا معرضين للإصابة بالإنفلونزا الموسمية العادية. نعم. مما يقلق البعض من أنها قد ممكن أن يكون انصاب في كوفيد أو لا. طبعا هذه كلها تساؤلات راح نحملها إلى الدكتورة انتصار الهندال، استشاري طب العائلة ورئيس فريق الطب الوقائي بمستشفى الأحمدي. يعني دكتورة انتصار، نصبح عليك بالخير أولا، ونتحدث يعني مع رفع القيود الصحية وعودة الحياة الطبيعية، أكيد لاحظت خلال الأسابيع القادمة ومن خلال تجربتك كدكتورة أن هناك بعض الأخطاء الشائعة التي بدأت تزيد خلال هذه الأيام، وتكلمينا بداية عن أبرز الأخطاء اللي لمستيها. أول شيء أحب أصبح عليكم كل خير وعلى المشاهدين الكرام. طبعا سؤالك بالنسبة حق الأخطاء الشائعة اللي شفناها الفترة اللي طافت، للأسف إن إحنا قاعد نشوف هالأخطاء يعني منتشرة، من أهمها التجمعات. يعني أنا قاعد أسمع إن في ناس قاعدين يسوون أعراس وقاعد يعزمون الناس، صح. يعني مو بس يعني عائلي جدا بسيط، لا، قاعد تكبر هذه المناسبات. بالإضافة إلى يعني انا استغرب ان للحين في ناس لما تطلع ما تلتزم بلبس الكمام، يعني هذا صار شيء مو مقبول حتى اجتماعيا، ان انت ماشي ولابس كمام او انك منزل كمامك تحت، بس يعني انا قاعد اشوف ناس مو لابسين الكمام بالمره. فيعني حتى لو انت ما عندك كمام، الحين صار ما في محل، ما في مجمع، ما يحطون عند الباب كمامات، يحطون ادوات الوقايه. فيعني اتمنى من الناس على الاقل ذوقيا انه هو يحترم الاخرين. يعني اذا انت يعني مو خايف على نفسك، يا اخي احترم ان الناس خايفه على نفسها، صح. وما يجوز انك تطلع من غير كمام بدون يعني يعني لا حاط يعني قيمه للناس اللي حواليك ولا حتى للاجراءات الاحترازيه اللي الدوله يعني أقرتها علينا كلنا. نعم. فيعني الشيئين هذيل أكثر شغلتين صراحة يعني أنا بالنسبة لي شخصيا وايد قاعد يضايقوني، لما أسمع أن الناس قاعد تسوي عزايم تجمعات أعراس ويحرج الآخرين أنه هو مثلا يدق على مثلا خلينا نقول عمه خاله ويقول له مو معقولة كل الناس جايين، صحيح، ويلزم عليه، أنت قاعد تحرجه، يلزم عليه طبعا، يحرجه، يحسسه أنه هو الغلط، وهذا شيء مو صحيح. صحيح. يعني أتمنى أنا بالذات من الناس الكبار بالعمر، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، يكون يعني يخاف على نفسه ويحط نفسه وصحته أولوية. لا أحد يحرجك، خليك قوي وقول له لا. في ناس تخيلوا يعني الحين أنا أعتقد أن المفروض الكل عارف أنه ما بسلام، إيه، ويقول لك لا لا عادي، أنا أسلم. أوكي أنت تسلم، لكن أنا ما أسلم، لان انا اخاف على نفسي واخاف على اهلي، على عيالي اللي انا راح اروح لهم. يمكن نفس النقطه اللي تحدثنا عنها نجيب. لا. تحت الهواء. صحيح. منذ قليل فعلا دكتور، عفوا بس على مقاطعتك، لكن هناك سؤال يمكن يراود الكثير، عوده الموجه الثانيه هل هي بسبب ان هذا المرض يعني مرض او هذا الفيروس انه خمل فتره ومن ثم رجع راح يرجع، ام ان عودة الحياة الطبيعية احنا ما ليلى الان طبعا هي ما هي طبيعية 100%، ولكن تصرفات، هل العودة الى ان الناس قاعد تطلع وتدخل والناس ردت الدوامات الى اخره، هذا ما يساعد على ان كوفيد 19 على قولتهم يرجع بموجة ثانية؟ نبي نعرف وين الموجة الثانية بالتحديد. شوف يعني طبعا هو الفيروس كمعلومات معلومات انه جدا للحين تعتبر قليله،
لكن يعني انا يعني اشوف انه هو السبب الرئيسي عوده الناس للحياه حتى لو ما كانت طبيعيه 100%، لكن حتى احنا بمجتمعنا راح تطالع انت انه في بعض العوائل اللي غير ملتزمين للاسف نسبه الاصابه عندهم اعلى من عوائل ثانيه او مناطق حتى ثانيه، صح ولا لا؟ يعني هذا الشيء كنا نشوفه حتى بالارقام ان المنطقه المعينه هذه نسبه الاصابه فيها مرتفعه، ليش مرتفعه؟ احنا كلنا نفس الشيء وبنفس البلد، لكن الفرق ان هذه الفئه من الناس غير ملتزمه، هذه العائله غير ملتزمه بالاجراءات الصحيه اللي الدوله حطتها حتى ومنظمه الصحه العالميه حطتها واشخاص ثانيين ملتزمين، فالموجه القادمه نتمنى تكون موجه خفيفه ويعني ما تاثر علينا والناس تكون على قدر ما الوعي، لكن سببها الرئيسي هو التخالط اكيد. نعم. دكتور انتصار، يعني مثل ما انت عارفه نحن حاليا نمر في فتره تصفري واللي طبيعي فيها تصفر الاجسام وتبدا تضعف مناعتها، فالبعض قد يتعرض لمرض الانفلونزا والوقوع في هذا المرض. وبنفس الوقت نحن ما زلنا يعني نقع تحت جائحه كوفيد 19، هناك اعراض قد تكون متشابهه، نريد الفرق للمشاهدين. كيف أعرف بأن ما أمر به هو عارض إنفلونزا أو إنه من الإصابة بكورونا؟ طبعا هم التشابه جدا كبير بينهم، لكن وحتى شدة المرض تعتمد على مناعة الجسم نفسه. نعم. يعني حتى الحرارة مثلا مثل ما أنتم عارفين صارت يعني مو دائما تكون موجوده عند مرضى كوفيد 19. الحراره الاعراض احيانا مختلفه، في ناس يصير عندهم مثل نزل معويه يكون اخر شيء كوفيد 19. المشاكل التنفس تختلف من شخص لاخر، لكن خلينا نروح على الانفلونزا، الانفلونزا كلنا نعرفها عدل. يعني اغلب الناس تصيبهم حراره وممكن ترتفع درجه الحراره يعني بصوره واضحه. الرشح غالبا يكون اكثر في الانفلونزا اكثر من الكوفيد 19، يعني الرشح والعطاس والحراره، الام الجسم، يعني الفرق هو جدا بسيط، لكن يمكن مع تجربة الناس اللي أصيبوا في الفترة السابقة بكوفيد 19 لاحظنا أن الأشخاص يصابون بقلة في حاسة الشم، وهذا العرض مو موجود. يعني حتى احنا صرنا نحاول نفرق يعني هل الشخص فقد حاسة الشم ولا لا. أغلب الناس اللي أصيبوا بكوفيد 19 فقدوا حاسة الشم في خلال فترة إصابتهم، لكن في الانفلونزا عاده هذا العرض كلش مو موجود حتى لو الاشياء الثانيه تشابهت مثل ما قلنا الحراره دكتور آلام الجسم. انتصار قمنا نتفقد حاسه الشم احنا يوميا. طيب دكتور انتصار، انا بس ابيك تاكدي لي معلومه على اساس اني اقدر ادخل على السؤال اللي عقب. يقال ان من اصيب في كوفيد 19 بعد فتره عقب ما يتشافى يستمر هذا الفيروس في جسمه، يعني أول شيء هل هذا صحيح أنه يكون موجود في جسمه لكن ما يعدي وأيضا يستمر لفترة من شهرين إلى 3 أشهر؟ هذا طبعا من خلال التقارير اللي قاعد نقراها من خلال متابعتنا للمواقع إن كانت داخل الكويت أو خارج الكويت. هو مو الفيروس اللي يتم بجسمه، هو الأنتي بوديز احنا نسميها أو الأجسام المضادة. الأجسام المضادة هي اللي ترى يعتمد عليها المناعة الجسم، وكان يعني كان عندنا امل ان الشخص اللي يصاب بفيروس كوفيد 19 انه يظل حامل هذه الاجسام المضاده بجسمه، احنا نتمنى تظل معاه طول العمر. ليش؟ لان هي اللي تحميه انه لا يصاب مره ثانيه. جميل. لكن للاسف يعني هم لقوا ان اغلب الاشخاص يكون معاهم الاجسام المضاده لمده 3 شهور، وهذا السبب اللي يعني قاعد احنا نشوف بعض الحالات اصيبت وبعد 3 شهور 4 شهور اصيب مره ثانيه. طيب للاسف. عفوا على مقاطعتك، لكن احنا نقول في حال حاليا احنا داخلين على الموسم، طبعا تقريبا ما باقي الا شيء، باقي الا شهر قريب ويدخل الوسم وايضا مع الانفلونزا تزيد وهذه الامور. صحيح. عمل مسحه اذا كان هذا الشخص اصيب ومن ثم حاشته الانفلونزا عاديه،
لكن تدرين على اساس انه يقطع الشك باليقين عمل مسحه. صح. هل راح يبين في المسحه انه هو مصاب بكوفيد ام بانفلونزا اذا كان ما زال في جسمه؟ لا، المضادات الاجسام المضاده ما تبين بالمسحه، الاجسام المضاده لها فحص اخر عن طريق الدم. فاذا سوى مسحه وهو مو كوفيد 19 ما راح يبين انه هو يعني مصاب كوفيد 19، لا تحاتون، يعني ما راح يصير في لبس بالموضوع. الاجسام المضاده ما لها علاقه بعمل المسحه. طيب دكتور انتصار، يعني مؤخرا بعض الاحصائيات العالميه تشير الى ازدياد اصابه الاطفال، حدثينا برايك لماذا هذه الزياده؟ وهل عوده الحياه الطبيعيه في بعض الدول وفتح المدارس ساهمت في اصابه الاطفال بعدد متزايد؟ وايضا حدثينا عن جزئيه اخرى، يقال بان اعراض الاصابه لدى الاطفال بكوفيد 19 تختلف عن اعراض الاصابه لدى الكبار، فحدثينا عن هذين الأمرين المهمين. طبعا اللي ينطبق على الكبار قبل شوي قلنا أن الشخص أو الأشخاص يصابون أكثر بسبب التخالط، هذا صار نفس الشيء مع الأطفال. يعني أنتم تذكرون في بداية أزمة كوفيد 19 أول شيء صار أن المدارس عطلت، يعني عدد ذهابهم المدرسة بداية الأزمة، ماكو طلعة، على طول العيال قاعدين بالبيت، الناس كلها خايفة على عيالها فما طلعها، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية اللي صارت مثل الحظر الجزئي أو الكلي. نعم. هذا ساعد أن الأطفال ما قاعدين يتخلطون، ما قاعد يتخلطون حتى مع الأطفال الآخرين أو الكبار، فبالتالي عرضتهم كانت للإصابة وايد أقل. أما الحين إذا المدارس عادت في بعض الدول، وحتى عيالنا الحين صار مسموح انه يطلع يروح الجمعيه، يروح المجمعات، يعني يشوفون اهلهم يعني بالزوارات وباليمعات، فبالتالي عرضتهم للاصابه وانتقال الفيروس زادت، هذا شيء طبيعي. والاعراض نفسها دكتوره؟ الاعراض نفسها، لكن مثل ما قلنا هي تعتمد على مناعه الطفل واختلاف مناعته عن الكبير فقط، يعني بس الاعراض نفسها سواء كبير او صغير. نعم نعم نعم. اذا دكتوره انتصار الهندال، شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى هذه المساحه الطبيه المتميزه.